أشهد اللهم اشفي فضيلة الدكتورة شفاء لا يغادر سقما. الله الله عليك يا دكتورة، والله والله حضرتك اللي في الصورة، يجعلك مستورة ومنصورة ومشهورة في الدنيا والأخرى كمان وكمال، ويجعلك في أعلى الجنان ويبابي معاك كمان. اللهم اشفيك بشفائه ودويك بدوائه، اللهم اشفيك بشفائه ودويك بدوائه، واغنيك عمن سواك يا رب العالمين، واغنيها عمن سواك يا رب العالمين، واعطيها واعطيها من فضلك يا كريم، واعطيها نور عينيها وتعطي بايديها وتمشي على رجليها وتصلي على نبيها الزين، هي وبابي نور العين واحلى واغلى من نور العين، بابي حبيبي فضيلة الدكتور عبد الموجود سيد احمد عطية، كل العطاء والجود من آل عبد الموجود، وكل كل كرم وجود، حتى لو مش موجود اسمه في الوجود، في الدنيا والأخرى موجود، في أعلى الجنان بيأذن، في أعلى الجنان اجعله يأذن في البيت المعمور لملائكة النور، كما كان يؤذن في الدنيا خالصا لوجهك الكريم، لا أجر إلا أجرك يا كريم، لا مرتب ولا يا كريم، أنت الأجر كله من عندك يا كريم، بتعطي الأجر على الإخلاص في القول والعمل يا كريم، يا حليم يا عظيم، عظم أجر والدي بابي حبيبي ومامي حبيبتي نور عينيا، والله والله هما اللي ليا بعدك يا رب البرية، في الدنيا والأخرى هما اللي ليا، اجعلهم في الفردوس الأعلى، اجعلهم مع الحبيب المصطفى.